مختلفة وطلب الأعزاء الأحباء من اتحاد الطلاب ومن أسرة النادي المصري المركزية اللي هي يعني معانا الحقيقة كل الأنشطة. بشكر جدا جدا الأسرة وكل القائمين عليها، بشكر معالي الكلام والعلماء الموجودين. شيء جدا 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 حد يقدر يقدم، أنا شخصيا بقول أهو حد يقدر يقدم اللاعية الكبير لأن الحقيقة وعلم كبير وعلامة كبيرة من علامات الدعوة الإسلامية في الفترة الطويلة اللي فاتت، وطريقة إيصال الدين الإسلامي السمح لغير المسلمين أيا كان هو دينهم إيه، ومش غلط تحويلهم للإسلام لكن غلط فهمهم للإسلام وفهمهم الحقيقة الإسلام وطبيعة الإسلام. هي دي الرسالة اللي احنا بنقولها. احنا هو بينضم الى الاسلام من ياذن الله سبحانه وتعالى من ضمانه. انا بتكلم مع حضراتكم في دقائق عن الاسراء والمعراج، عايز اشيل حاجز بيننا وبين ربنا سبحانه وتعالى، احنا اللي ساعات بنبنيه. اشيل الحاجز ده واتكلم براحتي. تعالى تعالى بقلبك، لان ربنا قال ان في ذلك لذكرى لمن كان له قلب او القى السمع وهو شهيد. حاضر. كانوا بيعلمونا كده في بعض العلوم صفه اسمها البريزنس، الحضور، انك انت لما تبقى قاعد مع حد ازاي تجمع كل مشاعرك وكل حواسك معاه عشان يطلع من القعده دي هو مشفي، اتشفى من ايه؟ من همومه بمجرد حضور قلب بس. انت مش هتجيب له حل لو عنده مشكله، انت هتسمعه وانت حاضر. فتخيل الشفاء اللي ينزل عليك وانت بتسمع ذكر الله وانت حاضر. فاحضر وخذ نصيبك من كلام ربنا سبحانه وتعالى.